نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وعليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس هم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن من محاسن ديننا وشواهد كماله أن أشاد بمكارم الأخلاق وعظم شأنها ورغب في محاسن الآداب وفخمها، بل جعلها الحق المبين سبحانه عبادةً تثقل بها موازين الحسنات وتتفاضل بها الدرجات في الجنات. ألا وإن من أفضل خصال المسلم وأجلها وأجمل أخلاق المرء وأنبلها خلق الرفق الذي هو لين الجانب بالقول والفعل، واللطف في أخذ الأمور بأحسن الوجوه. الرفق يا عباد الله من صفات الله تعالى وتقدس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فالمؤمن الذي يرفق في محل الرفق قد وافق ربه في صفة من صفاته، ومن وافقه في صفة منها قادته تلك الصفة بزمامه وأدخلته عليه وأدنته منه وقربته من رحمته. فإن الله تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب ظهور مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، وهو رفيق يحب الرفق ويحب أهل الرفق. والرفق أيها المسلمون كان من أرفع أخلاق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأعظمها وأظهرها أثراً في كمال رسالته وأداء أمانته وتمام نصحه لأمته. من أجل ذلك خصت هذه الخصلة بالذكر من بين شمائله العظيمة، فأشاد بها الوهاب في الآية الكريمة فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد كان عليه الصلاة والسلام رفيقاً في حزم، متأنياً في عزم، ليناً من غير ضعف. ولقد جنى ثمار رفقه عليه الصلاة والسلام العالم والجاهل، ولقد جنى ثمار رفقه عليه الصلاة والسلام العالم والجاهل، والموافق والمخالف، والعدو والموالف، ووجد برد دينه ولطفه الصغير والكبير، والغني والفقير، والشريف والوضيع، بل والوليد الرضيع. ولا جرم فهو الموصوف بقول الحق جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
السام عليك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. ففطنت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لمقالة اليهودي فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب أهل الرفق. أخرجه الإمام البخاري. وفي لفظ مسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله تعالى رفيق في أفعاله، خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرته على خلقهما في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليماً لخلقه التثبت والتأني في الأمور. وأما رفقه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين ولطفه بهم وبولدانهم فشواهده كثيرة شهيرة، منها ما أخبرت به أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وفي هذا الخبر ما فيه من لين النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه واستعماله غاية اللطف جبراً لقلب أم الرضيع حين أجلس وليدها في حجره، ثم لم يظهر عليه السلام تبرما ولم يضب ذرعاً بوقوع النجاسة على ثوبه الطاهر، ولم يزد على أن أمر بماء فأريق على ثوبه. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فاستقبلهم ولدان فجعل يمسح خدي أحداً واحداً، فمسح خدي فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جبنة عطار.